السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بالنسبه لفيديو اليوم وكالعاده غادي نشارك معكم جديد جليبات الراندا، موديلات متنوعه وانيقه وكتناسب جميع الاذواق، من الراندا الصدوق والراندا اللي خفيفه وكتجي على طول الجلابه. فكنتمنى التشكيله اللي اختاريت لكم اليوم تنال اعجابكم وتستفدوا منها ان شاء الله. ونبداو بهاد الجلابه اللي كتجي دو بياس بالقميص ديال التليجه، مخدوم براندات الكورميط على طول القميص، والدريس اللي كيجي في الكول اللي كيجي طالع على هذا الشكل، وفي الكميمات اللي كيجيو روميين. اما الجلابه كتجي نص طوق براندات الحصيره سامبل والطرز الرباطي، داير على نص طوق كامل وكيجي عامر على هذا الشكل، وفي الكمام كذلك وفي القب كما كتلاحظوا معايا، وحتى الكميمات ديال الجلابه حتى هما كيجيو براندات الحصيره عريضه وسامبل. ونتقلوا لهاد الجلابه من قطعه واحده، كتجي مخدومه براندات الحصيره في نص طوق مع طريزات ديال الرباطي فوق الرانتا على هذا الشكل هذا، مع دريس خفيف في الكمام والقب، وكتجي انيقه هاد الجليبه في اللبسه ديالها. ونمروا لهاد الجليبه مخدومه براندات الحصيره والحبه في الوسط بجوج الوان، وجناب فوق الحصيره كاينين طريزات على هذا الشكل شكل مثلثات، والكمام والقب مخدومين بالدريس خفيف بجوج الوان نفس الالوان اللي كاينين في نص طوق. اما هاد الجلابه كتجي بتوب ديال الكريب، كتجي صيفيه براندة خفيفه مطروزه على طول الجلابه، مع دريس خفيف في الكمام والقب بنفس اللون ديال الجلابه، والطاز المسلول في الصدر ديال الجلابه كيجي على هاد الشكل هذا. وبالنسبه لهاد الجلابه من قطعتين القميص التحتاني كيجي براندة خفيفه ودريس خفيف مع الطاز الرباطي في الصدر والكمام. اما الجلابه كتجي مخدومه براندات الكورميط على طول الجلابه، مع الدريس المغلب بجوج الوان في الكمام والقب، وكيجي تناسق رائع بين اللون البنفسجي والاخضر. وهنا كما كتشوفوا معايا جلابه من قطعه واحده براندات الحصيره نص طوق مطروزه بجناب بالرباطي على هذا الشكل، مع دريس خفيف في الكمام والقب، وكل شيء مخدوم اللون في اللون. وهذه الجلابه كتجي بكوب مخزنيه. وشوفوا معايا جماليه هذه الجلابه، مخدومه براندة نص طوق بثلاثه ديال الالوان الكري والابيض والاسود، نفس الالوان اللي كاينين في التوب ديال الجلابه، وحتى الزواقه نفس الزواقه تقريبا اللي في التوب، مخدومه براندة جاكار بهذا الموديل اللي عصري كيجي غزال ما شاء الله، مع دريس خفيف في الكمام والقب. وبالنسبه لهاد الجلابه دو بياس، جلابه مخدومه براندات الحصيره والحبه في الوسط بنفس اللون ديال القميص التحتاني، مع دريس في الكمام والقب، والقميص كيجي براندة خفيفه ودريس خفيف مخدوم اللون في اللون. والفيديو كيقربكم اكثر من تفاصيل ديال الخدمه. ونمروا لهاد الجلابه مخدومه نص طوق براندات الحبه، كتجي لهذا الشكل، وفي الوسط كيجيو عوينات معمرين هذا المستطيل. هاد الخدمه هي الاكثر طلبا في هاد الوقيته، كتجي زوينه ما شاء الله. والقميص التحتاني ديال هاد الجلابه مخدوم براندات الكورميطه خفيف على طول القميص، مع الدرس خفيف في العنق والكمام. ولصاحبات الذوق الرفيع، هاد الجلابه كتجي كتحمق مخدومه براندة نص طوق بالحصيره في الوسط مجموعه بعقيدات بلديين، وجناب رشيمات ديال الزواق المعلم، والتنبات كيجيو متناسقين مع بعضياتهم على هاد الشكل هذا، مع دريس خفيف في الكمام والقب، وهبطه خفيفه تحت نص طوق. شوفوا معايا كيفاش كتجي الخدمه، كتجي غزاله ما شاء الله. اما القميص ديال هاد الجلابه كيجي براندة الحصيره سامبل تاهو نص طوق، مع التنبات في جنب الراندة والدرس في العنق والكمام، كتجي جلابه هماويه وحضاريه بامتياز. وهنا غادي تشوفوا معايا تشكيله رائعه من جليبات دو بياس. القميص كيجي بكريب دو سوا مطروز من التراد العنق والكمام، والجلابه كتجي بتوب ديال السوستي بالوان مختلفه وزوينه اللي دارجه هاد العام، ومخدومين براندات الكورميط على طول الجلابه وعلى طول القميص، مع دريس خفيف في العنق والكميمات والقب،
كذلك شوفوا معايا كيفاش كيجيو في اللبسه وكيجيو انيقين وتلبسوهم في جميع المناسبات. والفيديو كيقربكم اكثر تفاصيل ديال الخدمه والثوب ديال جلي الباز. ونمروا لهاد الجلابه كتجي حتى هي دو بياس. القميص كيجي براندة خفيفه والجلابه حتى هي براندة خفيفه على طول الجلابه براندة اللوايه وكوزه صغيره بالعقيق مع ضريس ديال يد البراد في الكمام والعنق. اما هاد الجلابه كتجي براندة الحصيره سامبل في نص الطوق مع زوق المعلم في الجنب ديال الراندة داير على نص الطوق كامل وفي الكمام كذلك اللي مخدومين ضريس خفيف والقب حتى هو مخدوم ضريس خفيف كلشي اللون في اللون. ونتقلوا لهاد الشلابه مخدومه براندة السطوق براندة المربعات بالكوزه بالعقيق في الوسط واللوايه في وسط الراندة مع الدرس داير على نص الطوق كامل وفي القب والكمام اللي كيجيو بطريزه حتى هما ديال الرباطي. اما القميص حتى هو براندة في نص الطوق والعنق مع طريزه ديال الرباطي في الطوره ديال العنق والكمام اللي منبت بالعقيق المهرس. والقميص مخدوم اللون في اللون كيف ما كتلاحظوا معايا والشلابه كتجي في اللون الابيض مخدومه بنفس اللون ديال القميص التحتاني كتجي بالكرونه. وندوز لهاد الشلابه دو بياس. القميص كيجي براندة خفيفه والطرز خفيف العنق والكمام والطرز الرباطي كيجيو برشيمات على هذا الشكل في الدرد العنق والكمام. اما الجلابه كتجي براندة الكورميطه مع طريزات فوق الراندة على طول الجلابه والطرز خفيف الكمام والقب كذلك كتجي جلابه اكثر من رائعه. والعرايسات هاد الجلابه غادي تناسبكم اكثر كتجي خفيفه وصيفيه. القميص كيجي براندة خفيفه ودريس خفيف والجلابه كتجي براندة الكورميط على طول الجلابه والدرس في الكمام والقب وكلشي مخدوم اللون في اللون. ونمروا لهاد الجلابه هي والقندوره او القميص ديالها خفيف مبرد من التحت. الجلابه كتجي براندة الجاكار في نص الطوق بالالوان على هاد الشكل مع ضريس في نفس الالوان في الكمام والقب وهبطه خفيفه تحت نص الطوق كما كتلاحظوا معايا كتجي غزاله في اللبسه ديالها. والقميص التحتاني كيجي كبتوب بالالوان براندة خفيفه غير ملاقيه ودرس خفيف. وكذلك هاد الجلابه هي القميص ديالها. الجلابه كتجي براندة الكورميطه على طول الجلابه والدرس المغلف في الكمام والقب والطرز المسلول في الصدر ديال الجلابه وفي الكمام كلشي مخدوم اللون في اللون. شوفوا معايا تفاصيل ديال الخدمه كيفاش كتجي. وهذا هو القميص التحتاني ديال هاد الشلابه كيجي براندة الكورميطه خفيفه غير نص طوق مع الدرس خفيف في العنق والكمام. وكذلك هاد الجلابه نفس الموديل اللي شفنا من قبل كاين تغيير في الالوان فقط كما كتلاحظوا معايا. اما هاد الجلابه كتجي براندة خفيف على طول الجلابه مع المسلول والطرز الرباطي بالالوان في الصدر والكمام كيجيو على هاد الشكل ودريس خفيف في الكمام والقب كذلك. والجلابه كتجي في صاله عاديه كيف ما كتلاحظوا معايا. والقميص كيجي براندة خفيفه نص طوق ودريس خفيف كتجي قندوره اكثر من القميص حيت كيجي التوب ديالها مبرد وصيفي وخفيف. حتى
لهنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتم الفيديو، خديتوا افكار تعاونكم وتخيطوا بها جلابتكم ان شاء الله. بالنسبه لهاد الفيديوهات للاستفاده فقط، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغط على زر الاعجاب للمزيد من التشجيع، وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الى اللقاء للفيديو القادم ان شاء الله، وشكرا.